رمضان رمضان كريم. الحمد لله الحمد لله والثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا له قيمها بدن ملك استود نقدا ونيسان وبرنامج كني آيات يو أحكام تد وحا أينو قلنا يو أينو جوغنا مانتا سقال يو طبنكي بشي رمضان كن أفر بقول يو صدن يو تدبا هجرة دي نبي محمد صلى الله عليه وسلم مانتا أو أهما لنتي سقال يو طبنا دي بشي رمضان بركيسن وحا أينو عاوة تراويح دا كتو كنينا جزكا سقال يو طبنا صدن كجزء قرآن كمدة جزكا سقال يو طبنا أيينو وحينو كدورانينا آيات أما آياتو كمدة جزكاس آيات داس اينو دول استاغي دونا او اينو كفيرن اينا لنعا اخرسكا قابكا اين احكام تتجويدكا آيات دا كجرتا كدبنا اينو معنها قود آيات دا اينو كرليهان اينو اسو تلمامي دونا سورة الفرقان آيات دا صدوناد أيان جعليستي ولا لها إيقا قيمها بدنو إنان مانتا وسغالي الطبن بشهر رمضان أي تهي إذن لو ذاقه آيات داسنا وحا أي كم تهي آياتها جزكا سغالي الطبن هذا عاول لغوتو كان يوتر أو يحدا بإذن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا آية داس أيان جعليستي إنان مانتا كسو الدورة أما أن كسو حلو جزكا سقال يتبناد إعاوة إنو تراويح دكوت كنينو إلهي ذن كيس آيادا أحكام تتجويد يكون جرتها دي أين كهر مرنو يدو أينا وذشيقي كرين لكن إنو سيقود مرا أتل ماما إنو وقال الرسول وقال قا قا ووين تهي و ويرتهي ووق ويريهي قال قافك يو ألف متكو وسلوينان يان لا ويرانيسا وقال وقال الرسول رأذوا وينتهي وقال الرسول سولون ويرتهي يا ربي يا ويرتهي را وينتهي يا ربي إن قومي إن ننكو شديهي مقدارك قلنا دي سالو لما استريا إن قو 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 يكان قنو قو هذا ترى هذا أو بسوق ليس أو دون حركات كعربية كما مدها قو ق قو وين نقطه إن قوم اتخذوا مي يأذ كجرته ولا حذف يا ولا جريا إن ميم كهوس لجيسة يتأذى شتك هذا السكوق بنيسا يا ذاس يهمزة الوصل جبوي دعيان إن قوم اتخذوا هذا القرآن هذا القر رأدا ووين تهي قاف كنوين يهي هذا القرآن آننا ويرتهي هذا القرآن اتخذوا هذا القرآن مهجورا مه مركاد اتخذوا كبلا بيسيد همسة الوصل واضحوص لغيسايا وبهمز الوصل منكسرا سل ساكنا كان بالمحذوف متصلا وي همزة الوصل قاس وادهوص لقيسا اتخذوا هذا القرآن مه مهجورا مه مهجورا مه مه هذا نواد خفاقت كإلى لنيسا يواد موجنيسا يدو يربان موجنيسا را مركات كو استاكتيد وحين غنيسا را ريبان يو ألف ألف كو ريبان را كردي جنبان ليه يؤلف كرابا ولا بذبا إسلوينان يان مهجورا أحكامتا تجويد كجرته آيادا هدي إنو إنهاس كو سوكو بانو إنو إنتا كغهرنو آيادا وحا معنى هذا قود إنو كرهان إنا أويهي إنو نبي صلى الله عليه وسلم أرانيو
rasuulka ayaa wuxuu dhahayaa sallallahu calayhi wasallam, rabbiyow, qowmkii aad ii dirtay qoomkaygii qur-aankii way ka hijroodeen oo way ka qaxeen. qur-aankii ilaahuw kuwa qur-aanka ka qaxa ee ka hijrooda ha naga dhigin. qur-aankii bay ka tageen, way ka hijroodeen. hajriguna waa noocyo badan yahayo. dadka waxaa ka mida mid akhriskii qur-aanka uu akhriyayay ka hijrooda, waxaa ka mida mid qur-aanka dhegeysigii uu dhegeysanayay ka hijrooda, waxaa ka mida mid qur-aanka ku dhaqankiisii iyo ku tadaburidiisii iyo fahankii iyo dhuuxidii qur-aanka ka hijrooda. ilaahay kuwo ka hijrooda qur-aanka ina kama dhigo. Ibn Cabbaas ayaa aayaddan isagoo qeexaya waxaa laga soo xigtay inuu yidhi, man lam yakhtim alqur'aana fii shahrin faqad hajara, qofkii aan ku khatimin qur-aanka kariimka ah bil, qofkaan bil kasta qur-aanka hal mar dhammayn, wuxuu noqonayaa qofkaasi qof ka hijrooday qur-aanka, akhrintiisii buu ka hijrooday. qofka aan bil kasta hal mar dhammayn. waxaa dhici karta dadko dhan inaysan taasi u sahlanayn, oo laga yaabo in Ramadaan kusoo galay ama halkan maanta aynu ka hadlayno arintan uuba ina dhegeysanayo qof ay ku adag tahay inuu qur-aanka akhriskiisa higaadsado oo uu kiciyo. qofkaasoo kale waxaan kula talinaynaa si uusan u noqon qof qur-aankii ka hijrooda inuu hadda bilaabo dhegeysigiisa, oo calal aqal wax walba waa la sahlay, qur-aankii isagoo jusjus isugu xiran ayuu inoo diyaarsan yahay inaad jus qur-aana maalin kasta dhegeysatid haddii aanad adigu akhrin karin ayaa lagama maarmaan ah. laakiin aad u sacyidid ood waqti gelisid, sida nolosheenna adduunba aynu waqti u gelino in Ramadaanka dambe aanusan ilaahay yani aanad Ramadaanka dambe uusan kugu soo gelin haddii Rabbi nabad iyo caafimaad inuu ku gaarsiiyo, iyadoo aanad qur-aanka xiriir dhow la lahayn oo aanad akhriyi karin. waxaa la rabaa qof walba si uu qur-aanka laga hijroonayo uga taxadaro, uga digtoonaado, inuu barto 29 xaraf iyo sida laysugu xirayo. adiga qofkaa weynihi ma aad garan waayine, waqti baanad siin. waxaa la rabaa inaad waqti siisid oo xuruuftaas iyo sida loo higaadinayo iyo qaabka loo akhriyayo aad baratid, kadibna qur-aanka kariimka aad ku akhrisid oo aad la noolaatid qur-aanka, ood noqotid qof qur-aanka akhriya ee aanad noqon qof ka hijrooda. ilaahay nagama yeelo kuwa qur-aanka ka hijrooday. walaalahayga qiimaha badanow, waa barnaamijkeenii aayad iyo axkaamteed maalintu waa maalintii 19aad ee bisha Ramadaan ee barakeysan sanadka 1437 hijradii nebi Muxammed sallallahu calayhi wasalam. inta aynu berrito oo 20-kii bisha Ramadaana iyo aayad aynu kasoo dooranay juska 20-aad ee habeen dambe taraawiixda lagu tukanayo ku kulmi doono, waa anigoo ah Cabdiraxmaan Cuhmaan Cumar iyo tiimka farsamada Somali Cable TV oo idinkaga tegeyna. ilaahay haydin xafido, haydin ammaansado. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.